يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في من يحنث الحالف عليه ويقول إن هذا من تعظيم الله لكي لا يتساهل في اليمين؟ لا، هذا لا يجوز، هذا كلام غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسم تعظيما لله عز وجل الذي حلف عليك به، إلا إذا كان إن إبراره فيه إضرار عليك أكبر، أو أنه طلب منك شيئا لا يجوز، حينئذ لا تجبه. نعم.